مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن تحديات الأسبوع الرابع الخاص بتي إن تينا، واللي من هذا الشيء لح تفتح أنت الستايل الخاص بيها يا الشادو يا الجوست. وموجودين عندي على القناة كمان فيديو تحديات الأسبوع الثالث، فيلا مع بعض نشوف التحديات الأسبوع الرابع. فإذا أنت أول مرة عندك هذا الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، وحط لايك للفيديو واكتب كومنت حلو ليوصل لأكبر عدد الناس، هيك بتكون دعمتني. ولو حابب تدعمني أكثر كمان كود لأيتم شوب اللي ظاهر أمامكم بالصورة اللي هو مستر شرطة هيرو. فيلا مشاهدة ممتعة ومع بعض. مثل ما بنعرف التحديات رح تنزل يوم الخميس إن شاء الله، فأنا هلا جايب لكم تسريب تبعهم رح أشرح لكم التحديات كلياتها، هن 10 تحديات للأسبوع الرابع. وخلينا نبلش بالتحديات. التحدي الأول الخاص بالأسبوع الرابع يلي هو بدك تفتح شيست بمنطقة بليزنت بارك وسليربي سوامب. هاي المنطقتين ظاهرين أمامكم بالصورة، كل عليك إنك أنت بتنزل بتفتح حجر سندي منطقة بليزنت أو سليربي براحتك، كذا جيم مو محدد بجيم واحد. كل عليك انك انت مثل ما قلت بتنزل بتفتح شيست 10 شيستات، وهيك بتكون انت خلصت التحدي الاول. والتحدي الثاني اصدقائي اللي معنا اللي هو بدك تدمر مباني الخصوم 20 مبنى او 20 حيط، يعني اي شيء 20 شيء حيط مبنى ارضيه من تبعات الاعداء، بس باستخدام اللغم واستخدام الريموت اكسبلوزيف اللي ظاهرين امامكم بالصوره، باستخدام القنابل اللي بتفجر عن طريق الريموت كنترول، وباستخدام الالغام. كل عليك انك انت بترمي عليهم هدول القنابل وبتفجر المباني تبع الاعداء، بدك تفجر 20 مبنى او 20 حيط يعني، فهيك انت بتكون خلصت التحدي الثاني، مو شرط بجيم واحد، بكذا جيم مو مشكله. والتحدي الثالث اللي معنا اللي هو بدك تصيد باستخدام الاكسبلوزيف او القنابل، يعني كيف يعني؟ مثل مظاهر امامكم بالفيديو، كل عليك انك انت تمسك ار بي جي او جرينيد او اي شيء بيتفجر وترميه على البركه اللي ظاهره امامكم بالفيديو، اللي هي يكون نقطه بيضه بالمي يلي بيكون فيها سمك يعني. كل عليك انك انت بتضرب بالار بي جي او بتضرب بالقنابل اللي هي الجرينيد العاديه، او باستخدام الريموت كنترول مو مشكله، بترمي على هاي المنطقه البيضاء اللي باينه امامكم اللي فيها سمك يعني. 3 مرات بدك تعمل هالقصه، بدك تصيد 3 مرات بهي الطريقه، وهيك انت بتكون خلصت التحدي الثالث. التحدي الرابع اللي معنا اللي هو سهل كتير، كل عليك انك انت تقتل 5 اشخاص بالمنطقتين اللي هن الايجنسي والسويتي سانز اللي ظاهرين امامكم. كل عليك انك انت تقتل 5 اشخاص هون او هون، او تقتل 3 هون و2 هون مو مشكله، المهم بدك تقتل 5 اشخاص بهي المنطقه او بهي المنطقه مو مشكله. والتحدي الخامس اللي معنا اصدقائي، بدك تفتح 7 صناديق ذخيره بكذا منطقه مسميه اللي ظاهرين امامكم بالماب. كل الاماكن المسميه مثل بليزنت وسويتي والريتال، اي مكان مسمى بتقدر تفتح فيه الامو بوكس، مو شرط بجيم واحد كذا جيم، بس انت اللي عليك انك انت تفتح 7 صناديق مو تكسره، تفتح 7 صناديق ذخيره باي منطقه مسميه 7 مرات وبسبع اماكن مسميه، وبسبع اماكن مسميه مختلفه، يعني ما انك ترجع انت بنفس المكان تفتح، لا بدك تفتح 7 اماكن مختلفه. التحدي السادس اللي معنا اصدقائي، بدك تستخدم الديكوي جرينيد اللي هي ظاهره امامكم بالصوره، او قنبله الاستنساخ. كل عليك انك انت تستخدم هاي القنبله 5 مرات وترميها وتستنسخ حالك 5 مرات كذا جيم مختلف مو مشكله، بس عليك انك انت ترمي هاي القنبله 5 مرات، وهيك انت بتكون خلصت التحدي، تحدي بسيط وسهل كتير. والتحدي السابع اللي معنا اللي هو بده شويه تركيز، كل عليك انك انت تكون راكب القارب، وخلال بهذا القارب انت وراكبه مثل مظاهر امامكم بالفيديو بدك تدمج اشخاص او تقتل اشخاص مو مشكله، المهم انك انت تجيب 200 دمج عن طريق انت وراكب القارب وماشي فيه، او انت واقف فيه، المهم انت وراكب على القارب بدك تجيب 200 دمج لاشخاص، مو شرط بجيم واحد كذا جيم بيحسبوا لك اياها عادي. هي سهله كتير، بتنزل تيم رامبل تاخذ قارب وبتروح بتدمج الاشخاص انت وراكب على القارب 200 دمج وبتكون خلصت التحدي كتير بسيط. معلومه صغيره انه التحديات كل تحدي رح يعطيك 40000 اكس بي، فالتحديات حلوه وسهله هذا الاسبوع، وبيفتح معك ستايلات تبع تي ان تي، وبنزل لها تحدي رح ننزل لكم اياه عندي بالقناه. والتحدي الثامن اللي معنا اصدقائي اللي هو بدك تمسح على السكانر اللي هو سكان هانشمان اند ديفرنت ماتش. كل عليك انت مثل مظاهر امامك بالفيديو تاخذ هانشمان تروح تفتح فيه الباب، يعني سكانر تعمل له مسح لوشه عن طريق الباب او عن طريق الصندوق اللي بيطلع منه امو مو مشكله، هدول الاثنين بنحسبوا. ان بدك تحمل الهانشمان او تتابع باماكن الجديده اللي نزلت على الماب، بتروح بتمسك الهانشمان بعد ما تنزله نوك وبتعمل مسح على وشه على الباب او على صندوق الاسلحه، الاثنين شغالين. بدك تعمل هالقصه 3 مرات ب3 ماتشات مختلفه مو بماتش واحد، كل ماتش بيحسبوا لك مره واحده،
سهل كتير، بتنزل بأماكن اللي فيها الهانشمين الجداد وبتمسك هانشمين منوك وبتروح بتفتح عليه الباب أو بتفتح عليه صندوق الأسلحة، وهيك بيحسبوا لك واحدة بدك تعمل القصة 3 مرات بثلاث أيام مختلفة. والتحدي التاسع اللي هو بدك تزور 3 أماكن يلي هنن بدك تزورهم بماتش واحد، يلي هنن جرينبي جرينز وماو داون وريسكي ريلز. هدول اماكن كتير سهلين، كل عليك انك انت قراب على بعض هنن، يعني انك انت مثل مزار امامك بالفيديو بتنزل بهدول 3 اماكن. اول شي بتروح على هالمنطقة اللي عليها مثل وش هيك بالعشب، يعني بتزور 3 اماكن، بعدين بتروح على المنطقة اللي بعدها، بتروح بعدين على المنطقة اللي بعدها. سهل كتير هذا التحدي، بدك تخلصه بماتش واحد، يعني بدك تزور 3 اماكن ظاهرين امامك بالفيديو بماتش واحد مشان تقدر تخلص هذا التحدي، مو بماتشين او 3 ماتشات، لا بماتش واحد بدك تزور 3 اماكن هدول. هيك انت بتكون خلصت التحدي التاسع، كمان عليه 40,000 XP. حلو كتير التحدي وسهل. والتحدي الاخير اللي معنا اللي هو اصدقائي، بدك تلقط 3 اسلحة للبوس، اللي هو اسم التحدي الكوليكت different boss weapon. يعني بدك تنزل على الاماكن الجديدة يلي فيها البوس مثل ميداس ومثل بروتوس ومثل المياو، بدك تروح تاخد سلاحه اللي ظاهرين امامكم بالصورة. لكل بوس له سلاح معين، كل عليك انك انت بتنزل بوحدة من هدول الاماكن، بتروح بتقتل البوس تبعه اللي هو الزعيم مثل مظهر امامكم وين اماكنهم على الماب، بتروح بتقتل البوس تبعه وبتاخد السلاح تبعه. بدك تعمل القصة 3 مرات مع 3 بوسات مختلفة او 3 رؤساء يعني مختلفين. بدك تروح تقتل البوس تبعه وتاخد السلاح تبعه، مثلا مثل ميداس اللي هو بسط الجزيرة بتروح بتاخد الدرام جان تبعه، ومثل مثلا بروتوس اللي هو بمنطقة جروتو بدك تروح تقتله وتاخد الميني جان تبعه. تحدي سهل انك انت بدك تنزل باماكن الجديدة اللي فيها الرؤساء وتاخد السلاح تبعه، بدك تعمل القصة 3 مرات لحتى تقدر تخلص. فبس هيك بكون انا شرحت لكم تسريب تحديات الاسبوع الرابع، وان شاء الله رح نزلكم التحديات الخاصين باختيار سكن الشادو او الجوست تبع تي ان تي، فسهلين كتير كمان التحديات القادمين تسريباتهم موجودين. كل عليك انك انت مثل تبع بروتوس مثلا تقريبا، انك انا شرحت هذا الفيديو قديم عندي بالقناة، انك انت بتروح على منطقة المياو اللي هي القارب، بتروح بتاخد رسالة وبتروح بتحطها بالبريد، فهو نفس الشيء تقريبا او متقارب هيك رح يكون سهلين التحديات. فانت تابعني وفعل زر الجرس لحتى اول ما نزل التحديات الخاصين بالشادو او الجوست تبعات تي انتينا تعرف اين تنزلوا وشلون بدك تساويه. فهيك انا بكون خلصت المقطع وشرح تحديات الاسبوع الرابع، اتمنى يكون يعجبك، ولا تنساني بالدعم كود لايتم شوب مستر شرطة هيرو. فاذا انت اول مرة عندك شاهد الفيديو على القناة يا ريت تشترك، فعل زر الجرس وحط لايك للفيديو ليوصل لاكبر عدد من الناس، واكتب كومنت حلو ليوصل كمان لاكبر عدد من الناس، هيك بتكون انت دعمتني كتير. فشكرا اذا كملت المقطع للاخر، واتمنى تكون استفدت، وبرعاية الله. يا جماعة اسرق اللوت، اسرق يا عبدو. السرقة دي يا اسطى اسرق يا عبدو. خد السلاح ده محمود، هذا انت بتعرف تلعب. شكرا يا باشا. خد انا مش عايز. خد لا انا افتكرت عايز معايا رانش باد.
اسرع يا عبدو.